يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. هذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.